يا معشر قريش، لقد نذرت لرب الكعبة يوم عاندتموني في حفل زمزم أنه إذا ما أنجبت عشرة ذكور أن أذبح واحداً منهم بين إساف ونائلة. ماذا تقول يا ابن العم؟ ما سمعت يا صاحب القداح. يا أخ جمح، هلم إلى جوف الكعبة، أقترع بين أولادي. عبد الله، عبد الله، يا رب الكعبة، إنه الأحب إلى قلبي. ابن أختنا أجمل فتى في قريش، إنه الوجه الذي يشع بالنور. عبد الله، هلم يا ولدي لأذبحك بين إساف ونائلة.